الفنان نجم حقيقي، وترقبوا مشاهدينا وانتظروا هذا كذلك النجم في السنوات المقبلة. فنجم بدون منازع حقيقة، فعمره يعني ما يتعداش 14 سنة وعنده شريطين، يعني قليل جدا. يعني حتى الأسماء الكبيرة من النجوم الأغنية العربية يعني في السن تاعه ما دارتش الشيء اللي داره هذا الشاب. فيصل معنا، وتحية لفيصل. فيصل نشيط وحيوي كالمعتاد. فيصل تي فولي نو دير مو فيصل ابري طون بورتري؟ Bah, je trouve que le portrait il a été très très bien réussi. Les équipes de Sans Visa, ils ont fait un travail exceptionnel. Vraiment, je pensais pas que ça ferait un tel résultat. اذا جميل جدا. ربما السيد محمد عيسى يعني فناننا المعروف والمحبوب كذلك في الوطن العربي، كنت استمعت ربما إلى مقتطفات من هذا البورتري الخاص للشاب فيصل، فما هو تعليقك يعني؟ تعليقي والله العظيم أنه هذا الشاب أولا عنده مستقبل زاهر، والشيء الذي لفت نظري أيضا أنه شاب في هذا العمر يهتم في التراث، في الأغاني، في الفنانين الكبار كالفنان دحمان الحراشي. يعني مع أنه مع هذا في هذا الوقت نحن نجد موجة تتكلم تدمج اللغة العربية واللغة الفرنسية وتغني كما طاب لها وحل لها، ولكن هذا الشاب فضل أن ينحو منحى آخر وأن يغني التراث ويغني الفن العربي الأصيل. فهنيئا لهذا الشاب، وأتمنى له مستقبل زاهر إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا. وربما قبل ما نستمع إلى أغنية من أغاني دحمان الحراشي، ما دمت تحدثت على دحمان الحراشي، إلى الأب يعني، هل يعني الشاب فيصل هو اللي كان حب الموسيقى، ولا أنت اللي دفعته يعني باش يغني وباش؟ لا، هو اللي كان حب الموسيقى. كان عندي زوج واحد أخرين خاوته بوسيتهم باش يتعلموا، لكن ما يحبوش الموسيقى. هو اللي حب الموسيقى. إن إكسيبسيون. وعنده لغه ميوزيكال فريمون تري 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 بيان. شنو واش راح تغني لنا اليوم؟ لا، اون فا شانتي لا شانسون تاع دحمان الحراشي، اي انسويت جو في شانتي افيك مون بير اون شانسون تاع الجزائر. الجزائر سي اون نوفال شانسون. وي سي اون شانسون كو مون بير ا كومبوزي يا با تري لونتان، اي بيانتو يفا لا فينير، اون فا سي دو فير ان كليب افيك. نستمع الى اغنيه دحمان الحراشي، وراح نترك كذلك الحضور اللي راهم موجودين معنا وجمهورنا ومشاهدينا يسمعوا هذه الاغنيه. تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي. شحال زيد ما زال تخلي، يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري، بيك وعد القدرة ولا زمان وانت ما تدري، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي. ربما كلمة للأب فقط، يعني شفنا الأبن تاعك أنه ما يتكلمش العربية، يعني ما يتكلمش العربية، لكن بدأ يتعلم، لكن كيف يعني يتعلم الأغاني؟ حقيقة يعني عجيب أمر هذا الشاب. يعني كيف؟ تفضل الميكروفون. وبورتون ماشي أغنية ماشي زوج، عنده بليس كو 100 شانسون دحمان والشرق، يغني عبد الحليم، يغني أم كلثوم، يغني فريد العطرش. نعم، ويغني كاع الاغاني، يعني حقيقة الاغاني اللي يغنيهم باركور كاع.
جميل جدا ولا. يعني كيف يعني يتعلم الاغاني يعني فونيتيك يكتبهم افيك فونيتيك فرونسي نعم ولكن ينطق بالعربيه. المهم انه قلت لنا انه في الشريط الجديد اللي راح ينزل السوق بعد اسابيع فيه اغنيه على الجزائر, على الجزائر. وراح نخلي الحضور ونخلي المشاهدين تاعنا كذلك يستمعوا الى هذه الاغنيه لاول مره, لاول مره في بدون تأشيرة. إن إكسكليزيفيتي. إن إكسكليزيفيتي. نعم إذا تفضل فيصل. نشكر الشاب فيصل حقيقة نجم فنان. تفضل فيصل. تفضل فيصل. تي فولي دوفينير ان شونتير كوم كال شونتير الجيريان فيصل؟ بان ا بو بري لو نيفو دو لا سيليبريتي كان ميم كوم باغ اكزومبل شاب خالد بلوتو مي سكي سري سكي بيان افيك سي كو جو بو شانتي بليزيور جون دو ميوزيك دونك جي با دو بروبليم او نيفو دو de la variété. Merci beaucoup Faisal et bon courage inchallah في المشوار تاعك يعني بالتوفيق في مشوارك وراح نهديه كذلك لفيصل اللي يستاهل حقيقة أقولها بكل صراحة يستاهل التلفزيون فنهديه للشاب فيصل هذه التلفزة فراح تشوف التلفزة تاعك راح تشوفها هناك شوف التلفزيون شوف على الشاشة هذا التلفزيون للشاب فيصل
هكذا يعني باش تشاهد تشاهد برنامج بدون تاشيره تي ريغارد سوفون ليميسيون سون فيزا وي دي طول طون كان جو بو جو لا ريغارد سي اون ايميسيون كو جيم بيان ريغاردي سورتو Si, si je regarde quelque chose à Canal Algérie, c'est surtout sans visa. شكرًا شكرًا معنا مشاهدينا دائمًا نبقى مع البراءة هذه المرة ومع الابن خليفي اللي جانا كذلك راح نخليه المشاهدين نفاجئهم يعني بهذه الأناشيد قلت هذا الابن دائمًا من أبناء جاليتنا واللي راح يسمعنا في أناشيد وطنية تفضل خليفي نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنت نحن آمل الجزائر في ليالي الحالكات كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها بعبير مهجات نحن طلاب الجزائر في ليالي الحالكات جزيل الشكر خليفي وفيها برعومة كذلك جاءتنا تريد أن تنشد كذلك تفضلي في أنشودة تفضلي نشيد النور نشيد النور في شفتي تعيش تعيش مدرستي نشيد النور في شفتي تعيش تعيش مدرستي أحب معلمي الغالي أحب معلمي الغالي أحبك يا معلمتي أحبك يا معلمتي نشيد النور في شفتي تعيش تعيش مدرستي نشيد النور في شفتي تعيش تعيش مدرستي هذا اعتراف الطلب الأطفال اللي راهم موجودين معنا واللي راهم موجودين في هذه السهرة بالمجهودات اللي راهي تبذلها المدرسة ويبذلوها كذلك المعلمين تاعهم في هذه المدرسة فمشاهدينا في كل مكان لنا لقاء مع خاتمة هذه السهرة بعد هذا الفاصل كانت هذه خاتمة لهذه السهرة سهرة مثل ما قلت ممزوجة بين الحاضر وبين الماضي وبين المستقبل كذلك ماضينا مع الشيخ بشير دحماني واحد من المهاجرين الأوائل هنا في فرنسا ومع شبابنا وصغارنا وأبنائنا كذلك من الجيل الجديد ومستقبل لهم ومستقبل مستقبل أبناء كذلك الشيخ بشير وكل الأمهات والأباء اللي راهم موجودين معنا فنشكر جميع الأباء ونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا البرنامج سواء من بعيد أو من قريب فأشكركم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان ويتجدد لقائي معكم بعد أسبوعين من الآن ومع موضوع آخر في بلد آخر فأقول لكم جميعا ليلتكم سعيدة ونومكم هادئ وتصبحون على خير وها هو سمير شعبنا يحييكم مع هذه المجموعة الشبانية ومع هؤلاء الأطفال ويلقاكم في موعد آخر إن شاء الله إلى اللقاء